بس هو شطر عم كلش حلوه وكلش تونستوه. يلا كيس شو حسوي؟ بس بعد ما عندي شيء، خلو ارجع البيت واكيد بابا قاعد ينتظرني. يلا خلو على السريع حتى ما اتاخر، يلا خلو اروح. يا وصلت البيت وهسه اكيد بابا قاعد ينتظرني. اهلا بابا. اهلا اهلا رانيا، هاي بنتي انت جيتي انا صار لي ساعه انتظرك. ليش بابا شكو صاير؟ بعد بنتي انا لازم اقول لك على فد شيء، انت تعرفين ان احنا عندنا هذا الكوكب الدايموند البيل ما ورد كل شويه، وانا صار لي كل شويه ما رايح له، وتعرفين هذا ما يصير عوفه اذا عفنا راح ياخذوه من عندنا. قصدك يعني قصدك شو بابا شو حسوي الثاني؟ بعد بنتي انت كبرتي وانا حتى دربتك وصرتي كلش قويه وتقدرين تعتمدي على نفسك، وانا مثل ما تعرفين صرت رجال كبير وبعد ما اقدر اروح لهذا الكوكب. يعني بابا قصدك اني انا اروح مكانك؟ بس ترى بابا انه هذا الكوكب كلش بعيد، شو راح اقدر اروح لاني؟ اوكي بنتي، بعد تعرفين اني عندي هذا الجناح اللي هو اطير بي واصعد لهذا الكوكب، بس اساني بعد ما اقدر اروح، اللي اريده من عندك تستخدمين هذا الجناح وتصعدين للكوكب، اوكي؟ قصدك البس هذه اجنحه؟ اي طبعا. بس هذا الجناح كلش حلو، يلا اوكي بابا ما يخالف، اروح البس هالاجنحه واروح لهذا الكوكب. اوكي بنتي، واذا تريدين دايموند انا عندي دايموند كل شوي بالصندوق، اذا تريدين اخذي وياك. لا بابا اني ما راح احتاج، انت عفوا اصلا كوكبنا كله دايموند وحتى بيمارات كل شيء هواي. اوكي بنتي. يعني بابا قصدك اني لازم هسه اروح؟ بس هسه انا كلش تعبانه. انت عفوا جيت من مدينه العاب كلش تعبت. اوكي بنتي، اذا تريدين باكر من الصبح لازم تروحين. اوكي اوكي بابا ما يخالف، انا باكر من الصبح اروح لهذا الكوكب. اوكي ايوه اخيرا هسه انا راح اكمل هذا الكوكب، سويت لي نونا كوكب كلش كبير، سويته من الديرت، يعني فقير وما عندي، بقدر ابني بس من الديرت، بس انا سويت؟ خليت هذا الكوكب مالتي كلش قريب على كوكب الدايموند، لهذا كوكب الدايموند بيه موارد كلش هواية، حتى صاحب هذا الكوكب رجال كبير ومريض، واحتمال ما يقدر يجي، فبالايام اللي ما يجي بيها انا راح اروح امد لي من الطريق واخذ من عند الموارد، واكيد ما حد ما راح يشوفني، بس هسه شو اسوي؟ انا كلش تعبت، يلا خلي انزل، اوكي، خلي مالتي اسوي هذا الحبل وانزل على السريع، يلا خلي انزل. يا الله سأجي الصبح، يلا سوني خلي اقعد، بس انا يوم كلش متحمسه اللي راح اروح لهذا كوكبنا الدايموند، بابا قال لي بمورد كل شيء هوايه. يلا اوكي حتى انا فرحانه، يلا راح اجرب هالاجنحه مالتي، وهالاجنحه كلش حلوه. سبتا بس شو اسوي؟ يا سادة بابا نايم، بس يلا انا مالي دخل، خليني اخذ الغراض اللي احتاجها وبعد اروح لهذا الكوكب الدايموند. اخذ دايموند؟ يلا اوكي، خليني اخذ دايموند، اخاف احتاجه بالطريق، ما اعرف شو راح يصير، يلا بس خليني اروح على السريع، يلا خليني اطير. يا سوني جيت من الصبح، وش قد جبت وياي ديرت حيل كل شويه، اي طبعا يعني اليوم راح امد ممر واروح لهذا كوكب الدايموند حتى اخذ كل الموارد البي واو، اي طبعا لهذا صاحب الكوكب ما راح يجي ابد، يا صار الجاي كلش كبير، لحد اوكي يلا خلي امد ممر على السريع، بس شنو؟ لا ايش قاعد اشوف؟ هاي كل شخص هنا قاعد يطير، خلي اشوف من هذا؟ هاي صحيح هاي بنته، انا صحيح انا سامع انه عنده بنت، بس ماخذ الجناح مالته وجاي للكوكب، لا بس حرامات هالخطه مالتي فشلت، زين ايش راح اسوي اني؟ بس ها لا اوكي بس لازم ارجع للبيت وافكر بخطه ثانيه، اي طبعا انا ما يصير اسكت، يلا خلي اروح. يا سنت قربت الكوكب الدايموند، بس هو هذا الكوكب كلش حلو، اي طبعا بس ما قال بابا، قال هذا كوكبنا الدايموند وبيمارد كل شيء هوايه، وانا كلش فرحانه لان هذا الكوكب كلش عالي وانا اقدر اشوف المدينه كلها، بس هو هناك ذهب وهنا دايموند وهنا ايميرالد وهنا ذهب موجود، بس واو هذا كلش حلو هذا المكان، انا كلش عجبني، بس يلا هسه ايش راح اسوي؟ هسه لازم اجمع من الدايموند وبعد اسوي البيت، حتى البيت يحمي من المطر، وكنت حتى ابقى به هنا حتى احمي الكوكب مالتنا. يلا كسب بدون ايش راح اسوي؟ خلي اصعد بعد اكسر هذا الدايموند حتى يصير عندي دايموند كل شويه وحتى اقدر ابني البيت، يلا خلي اشتغل. اي ساني رجعت للبيت، بس واني كلش ضايج، اي طبعا لاني كلش تعبت وبنيت هذا الكوكب مالتي، سويته كلش كبير حتى يكون قريب على كوكب الدايموند، بالاخير جت هذا بنت صاحب هذا الكوكب الدايموند، ورجعت من جديد وهي راح تحمي، واني سامع حتى عن هاي بنته، هاي كلش قويه، زين شو اسوي اني؟ انا معناها فشلت الخطه مالتي، بس انا مستحيل اخسر بسرعه، انا لازم افكر بخطه ثانيه ولازم استولي على هذا الكوكب، اي طبعا، يلا ساني خليني اروح للبيت. هيل بس وش قد جمعت بلوكات دايموند؟ اي حتى اسوي لي بيت صغير وكلش حلو، يوم بس انا وحدي، بابا خطير ما يقدر يجي لهذا الكوكب، لانه وصل كلش كبير وما يقدر حتى يطير ويجي لهذا المكان، بس انا واجب انه انا اجي واحمي هذا الكوكب مالتنا، اي طبعا لان بيمارد كل شيء هوايه مو لازم احميها، يلا اوكي هسه حسب نهايه الجهه حتى اكملها على السريع، حتى من يجي الليل انا عندي بيت ابقى بيه، يلا خليني اشتغل بعد هاي الجديده ما اكملها، يلا خليني اشتغل على السريع، يلا خليني اكمل. يا سالي صالح قاعد أفكر، بس وأخيرا لقيت الحل، إي طبعا وهذا الحل اللي راح يخليني آخذ الموارد، واو يا سالي ذكرت إن جدي طاني قبل هذا المشروب، وقال لي جيجي ابني أنت وقت ما تحتاج استخدم هذا المشروب، يا هذا المشروب شو يسوي؟ هذا المشروب يخليني أصغر كلش، أوكي يلا خليني آخذ المشروب على السريع،
خلي اشرب اي بس بالضبط بس انا صرت مثل الاطفال وما حد ما راح يعرف ان انا كبير اي اوكي لحد يلا خلي اروح على السريع وانفذ الخطه مالتي يلا خلي اروح يس راح يكمل بناء البيت مالتي بس هو ما تقدر يحصل كلش حلو اي طبعا لاني اول مره اسوي لي بيت على الكوكب يلا كسب وخش بقالي اوكي بقى بس اسوي لنا شبابيك لازم لنا شبك بالجهه الثانيه شبك حتى بنقدر نشوف المدينه كلها لان المنظر كلش حلو اوكي هذا الشبك الاول بس شنو اجعله المكان واسوي لي شبك ثاني يلا اوكي خليني اكمل على السريع اي طبعا انا لازم اخلصه قبل لا يجي الليل اوكي سوجي خلصته بس شنو انا بابا قال لي انه عندي صندوق نوني وحاط فيه كل الاغراض اللي تحتاجيها اوكي خلينا نشوف هذا الصندوق اي صحيح هو هذا الصندوق يلا خلينا نجمع الغرض كله حتى بعد اكمل بناء بيتي يلا خلينا نروح اشتغل اي هسه انا رجعت للكوكب مالتي بس هسه لازم انفذ الخطه اي طبعا هسه راح امد من نوم ممر واوصل له وراح اقول له اني كلش فقير وارجوك ساعديني لان اني اهلي ضاعوا بالغابه واني ظليت بوحدي وهذا الكوكب مال اهلي القديم واني جيت بيه لان ما عندي احد يساعدني خلي شوف فالكيا تقبل تساعدني وتعطيني الموارد مالته يلا اوكي خلي امد ممر على السريع اي طبعا حتى ما اتاخر يلا اوكي خلي بعدنا يلا خلي اروح على السريع يا سون جبت الاثاث كله بس بدي قبل لا احط الاثاث لازم اكمل السقف اي طبعا حتى اذا مطرت علي الدنيا ما راح يصير علي شيء يلا اوكي خلي احط هنا البلوكات لازم اكمل هذا السقف وبعدها اثث البيت ومتاكده راح يصير بيتي كلش حلو بعد ايش راح اسوي اوكي او لازم افكر اسوي لي مزرعه صغيره اي طبعا حتى احتاج اكل احتاج شيء على الاقل كل شيء موجود يمي يلا اوكي تبغى شنو بس هاي الجي لازم اكمل على السعر يلا خلي اشتغل إيه سنة كملت بناء البيت وسويت السقف وحتى حطيت الزجاج وحتى حطيت الشموع هسه بقى بس احط الباب بس منو قاعد تشوفوني منو هذا انا اول مره اشوفه بس هذا جاي من كوكب الديرت ايش عنده جاي على كوكب مالتي تفضل تفضل مرحبا اهلا اهلا ارجوك ساعديني انا كلش فقير حتى انا صغير وانا جيت عليك حتى تساعديني شنو بس تجد عمرك انا ما تعرفي انا كلش صغير واهلي ضاعوا بالغابه وظليت انا بوحدي حتى ما عندي اي احد بالارض اضطريت اصعد على هذا الكوكب لهذا الكوكب مال اهلي هو يعني قصدك انت ما عندك احد اي طبعا بس وحدك عايش اي طبعا ارجوك ساعديني انا اذا هيك اظل ما عندي اكل روح اموت انا لا 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 شوف اسمعني زين انت تهتم انا راح احطك دايموند لان تعرف ان هذا الكوكب مالتنا وبي دايموند كو شويه اوكي يعني حتى اكل راح احطيك يعني هذا الكوكب كله مالتك مو صحيح اي طبعا طبعا هذا كوكبنا وبي قد موارد وبي حتى دايموند كو شويه اوكي انت كل ما تجوع انا راح احطيك اكل واذا هبرت الدايموند هم راح اساعدك وانطيك راح تعطيني دايموند اوكي بابا انا كلش فرحان لحد يلا اوكي انطيني على السريع يلا اوكي شوف بس انا هذا الدايموند عندي اوكي راح احطك هذا الدايموند وراح احطك بعد اكل اوكي هذا الاكل تفضل اوكي اوكي يلا خلو اخذ انا كلش جوعان يلا ساني كلش اشكرك انا راح ارجع للكوكب واذا احتاجت شيء راح ارجع عليك اوكي طبعا طبعا انت اي وقت تحتاج شيء تعال علي وقول لي اوكي لحد يلا باي 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 يا سمزيون ساحة هذا الولد يا خطيه يقول فقير وما عندي احد بس خطيه وكش صغير هايش وحده بس يلا اوكي همزه تعرفت علي حتى دائما اساعده يلا اوكي هسه خليني ادخل البيت وكمل شغلي بعد شنو هسه احط اوكي هسه بقى احط السرير بهذي الجهه وبعد احط الاثاث حتى كل شيء يكمل يلا خليني اشتغل يس انا رجعت للكوكب بس بابا انا كلش فرحان اي طبعا لان اعطتني شقد دايموند صار عندي دايموند كلش هواي يلا اوكي هسه انا شو راح اسوي؟ اوكي انا انزل الارض لا بعد مستحيل ارجع للبيت مالتي ولازم ابني لي هنا بيت جديد اي طبعا حتى كل ما احتاج اروح عليه واقول له انت اكيد تنقر عليه وتشوفني انا صغير عبال انا صغير واكيد راح تساعدني وتعطيني بعد دايموند لحد اوكي يلا ثاني عندي ديرت خلي ابني لي بيت ديرت هنا على السريع يلا خلي اشتغل اوكي خلي ابني لي بس انا ما راح اسوي صغير البيت اوكي اوكي لا راح اسوي على قد الكوكب اوكي خلي بعد هنا خلي بعد اي تقريبا انا حسوي بس سرير واحد بس عليه يكون كافي يلا خلي اشتغل على السريع خلي بعد هنا يلا خلي اشتغل يا سانش قد اشتغلت وكملت البيت مالتي وقبل اخلي الزجاج حتى يكمل البيت اي طبعا ساني كلش فرحان لين صرت يا ماي الغنيه وهسه دائما احتاج من حده وراح تعطيني دايموند بس ها انا ليش اظل اطلب من عنده بس انا جت ببالي فكره ليش ما اتخلص من عنده حتى هذا الكوكب مالته كله يصير لي بس انا شلون اتخلص من عنده يعني اذا اشمره من فوق راح اطير ويا عنده جناح وزين شو اسوي بس انا لازم افكر لي بحل اي طبعا حتى هذا الكوكب مالته كله يصير لي لان طبعا الكوكب مالته كلش حلو مو مثل الكوكب مالتي ما حلو كله ديرت يلا اوكي خلص خليني ارجع واكمل بناء البيت خلينا الباب اوكي اوكي خلي الزجاج يلا خليني اشتغل على السريع
بس انا قلت وشبعت بس هو ماني كوش عطشانه. زين ايش راح اسوي؟ ما صحيت تذكرت انا عندي هنا بطل مي فوره، يعني اقدر انزل النهر وتجيب لي مي. يا طبعا حتى انا عندي اجنحه واقدر اطيرها. يلا كسخل افتح الباب بعد اطلع من هذا الاتجاه، هنا اكو مي. يلا يلا خل انزل وتجيب لي مي بهذا البطل وبعد اصعد المكاني. اليوم مش قد اشتغلت كلش تعبت، لازم ارتاح. يس انا وصلت. اوكي بس خل اترس هذا البطل واترس هذا البطل. يس انا صار عندي مي كوش هوايه. يلا خل ارجع لبيتي. يلا خل اروح. هاي شنو؟ انا شنو شفته؟ شفته طارت من الكوكب وراحت نزلت الارض. لعد يلا انا خل اروح السريع. يا طبعا يا فرصتي، خل اروح اكسر هاي الموارد واخذها لي. يلا خل اروح السريع لحد ما تجي. اي طبعا. اوكي شو بدي اخذ؟ خلي اخذ الدايموند، لان طبعا هو احلى شيء بالعالم هو الدايموند. يلا خل اكسر هذا الدايموند. اوكي شنو بعد اخذ؟ خل اخذ هذا الذهب. اوكي ها شنو عندي؟ عندي نون الايمرالد. يلا خل اخذه. يلا خل اكسر على السريع. ايه صنت قربت الكوكب وجبت ايش قد مي. اي طبعا حتى ما احتاج. بس ها شنو؟ لا لا مستحيل. ايش قاعد تسوي؟ لا لا اقول لك معي ارجوك، انا جيت عليك بس شفتك انت ما موجوده بالبيت فقلت خل اخذ من الموارد. ايه شنو؟ اخذ من الموارد بدون ما تقول لي؟ لا لا انت ما تعرفين، انت ما اعطيتيني هذا الدايموند نزلت الارض، يقولوا لي هذا الدايموند كلش قليل ما يكفي فجيت اخذ، لان اعرفك انت نفسك طيبه ودائما تساعديني. بس شوف اسمعني زين، انت ما يصير تصرف هذا التصرف، هذا التصرف كلش غلط، لان انت ما يصير تاخذ بدون ما تسالني. شوف هسه فكرت اوكي راح اساعدك واعطيك دايموند. بس جربك تكرر هذا الشيء مره ثانيه تاخذ من الموارد مالتي بدون ما تقول لي. اوكي لحد يلا بعد لازم اقول لك يلا اخذ. اوكي اي اوكي شوف هسه انت ما تقول محتاج انا راح اساعدك وهتفضل هذا الدايموند. اوكي لحد يلا هسه انت طيتيني كلش اشكرك. يلا خل نروح الكوكب مالتي على السريع. يلا باي 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 باي. ايه هسه ساعد هذا الفقير بس هو ليش ياخذ من مواردي بدون ما يقول لي؟ المفروض يقول يلا بعدين ياخذ. زين ايش راح اسوي هسوني؟ بس يلا خطيه هو صغير ما عنده اي احد حتى اهله ما عرف وين. بس يلا نهب زين ساعدته بس خل ادخل البيت لان كلش تعبونه. خل اروح ارتاح حتى باكر من الصبح افكر اسوي لي مزرعه. يلا هسه خل ارتاح. ايه انا رجعت البيت بس واني كلش خفت. اي طبعا لان هي لزمتني قاعد اخذ بالموارد مالتها. بس زين ما سويت لي شيء لان عبالي انا صغير ما تعرف ان انا كبير لو تعرف كان حاسبتني. بس اعطتني دايموند بس كلش قليل. شنو 13 دايموند هذا ما يكفيني، انا راد يصير عندي دايموند كلش هوايه. زين شو اسوي شو اسوي؟ بس ها لا انا لازم افكر بخطه واتخلص من عده. اي طبعا حتى هذا الكوكب مالته كله يصير لي. يلا اوكي هسه انا خل ارتاح لي اليوم كلش تعبت. ايه هسه اجى الصبح. يلا ثاني خليك اقعد بس انا اليوم كلش متحمسه. اليوم انا قررت انه اسوي مزرعه. اي طبعا حتى ما احتاج بعد انزل الارض، راح ازرع بيها فواكه حتى راح ازرع بيها خضار. بس شو حسوني انا محتاجه ديرت. تذكرت انا هذا جاري مقابل جيجي الساكن بكوكب الديرت، عندي ديرت كوش هوايه، يعني تقدر طلبت من عنده؟ اكيد راح ينطيني. يلا اوكي ساعتها ايش راح اسوي؟ راح اطلب من الديرت وبعد احرث الارض واحط مي وبعد احط الزرع وكل شيء يكمل عندي. يلا بس خليني اروح اطلب من الديرت. يلا خليني اروح. ايه هسه انا قعدت من الصبح وصار لي شقد افكر وبالاخير لقيت الحل. بس انا كتبت هاي الرساله وراح اروح على رانيا واقول لها ان هاي الرساله جايتني من اهلي واهلي ساكنين بنص الغابه بس انا ما اقدر اروح لاني كلش صغير حتى اخاف من الحيوانات المفترسه. بس راح اقولها انه هي توصلني. اوكي حتى من راح بالغابه اشوف لها كمين واوقعها واتخلص من عندها حتى انا ارجع واخذ هذا الكوكب اللي هي اوكي بعد يلا ثاني خليني اروح اسرع واقول لها. يا صوت قربت. يلا خروح اطلب منك ديرت. اهلا صباح الخير. اهلا ولو روني صباح النور. اقول لك جيجي شوف انا محتاج منك ديرت، تعرف انت عندك ديرت كوش هوايه وانا قررت انه اسوي لي مزرعه. تحتاجين ديرت؟ اوكي بعروني انا تعرفين كوكبي كله من الديرت، اخذي ايش قد ما تريدين لاني ساعدك مثل ما انت تساعديني. راح تعطيني ديرت؟ اي طبعا. يلا عاد خلي اجمع ديرت واسوي مزرعه كلش حلوه. اوكي بس روني باعي انا جيت عليك اصلا ديرت اقول لك على فشي. تقولي على فشي؟ شو هذا الفشي تقولي عليه؟ بعروني انت مثل ما تعرفين انني عايش من نص الغابة وهناك بيت عندهم دزوا لها الرسالة يقولوا لي تعال لنا. يعني شو تلقيت أهلك؟ اي طبعا بس كل زين. لعد يلا جيجي لازم تروح على السريع حتى تشوف أهلك. بس بعروني انت تعرفين اني صغير واذا اروح للغابة بوحدي يعني احتمال تجمع على الحيوانات وراح تاكلني. شنو يعني تخاف تروح الغابة وحدك؟ اي طبعا روني. يعني شنو قصدك ما فهمت؟ بعروني تعرفين انه انت كلش قوية وتقدرين تجين وياي حتى تتوصلين وترجعين. اوكي هاي انا قصدك اني اروح ياكل الغابة واساعدك اذا اجمع علي حيوان انا اقضي عليه. اي طبعا انت كلش قويه. زين شو تقولي روني؟ ارجو تساعديني اريد اروح لهلياني. انت لا تهتمي خالف اروح اجي وياك واخذ السيف مالتي والحين راح اجي
تهاجمني أنا راح أقاتله. أبو يعني أخيرا أنت وافقتي. طبعا لازم أساعدك تيجي حتى ترجع لأهلك. أوكي أوكي لحد يلا راني خلي نروح على السريع. يلا أوكي هسا خلي نروح على السريع وبعدين أجي أخذ ديرت. أوكي أوكي أوكي. واو واخيرا روني اقتنعت وصدقت بي وقلت لها اني اهلي بالغابه وانا اصلا ما عندي اي احد. يلا شي نزلت قبي يلا اني خلي اروح وانزل وراها. وجيجي صونج قد نمشي ولحد ما وصلنا لبيت اهلك. هذا وين صاير؟ لا هو العنوان المكتوب بالورقه يقول هنا بهذا المكان حتى مكتوب بكهف. كيف بس قلت لي بيت ما قلت لي كيف. لا انا غلطان مكتوب كيف. يلا تعال تعال بعرانية بس وين. اوكي هو مكتوب هنا أنا بالضبط يا ماء البحيره بس وصل. هاي صحيح واخيرا احنا وصلنا. واو قصدك هذا المكان؟ اي طبعا بعي هم اكيد عايشين بكيف ما يريدون يعيشون ببيت. انت متاكد انه هذا بيت بس ما موجود بالورقه؟ اي طبعا. يلا راني هسه بداية انت تدخلي يعني ما اقدر ادخل. بس يا جيجي انت ادخل هم ذول اهلك وانت لازم تدخل وتشوفهم. لا راني بعي احتمال داخل حيوان مفترس عليهم او شيء واحتمال ياكلنا كلش اخاف. يلا اوكي العاد راح انزل قبلك واشوف المكان. يلا خلي انزل لقيت اهلك راح اقول لك. اوكي اوكي يا سلام وصلت بس شو هذا المكان؟ هذا المكان ما بيه احد حتى ما كنا احد عايش بس شو قال لنا اهلي عايشين. لا اوكي بس خل اطلع واحكي وياه. يلا خل نطلع. بس هالشنو؟ لا مستحيل جيجي افتح الباب وسي ايش راح اسوي اني حتى ما اقدر اطلع من هذا المكان لو هذا كله سنه كله قوي ايش راح اسوي اني حتى ما اقدر اكسر بيدي. لا اوكي خل اظل انصح جيجي لاني يسمعني. جيجي ايوه اخيرا هسه نجحت الخطه مالتي وسديت هذا الكهف وبعد اني مستحيل راح تطلع وذاك الكوكب مالته كله راح يصير لي. واو يلا اوكي خل اروح السريع حتى اخذ الكوكب مالته. يلا خل اروح. واو هسوني كلش فرحان. يلا خل ارجع. لا ها شنو هاي كاسيت. لا خل اروح على السريع خل اروح. لا اوه هسوني كلش خايف لان كاسيت كل شوي بالغابه واكيد هسه راح تاكلني. اي طبعا لان صار كلش صغير حتى ما جايب الحليب ليرجعني لطبيعتي. زين شو اسوي؟ اوكي خل اشوف هذا الطريق احتمال ما بيسود. يلا خل اروح على السريع. ايه هسوني جيت من الطريق الثاني بس ايش قاعد اشوف؟ هاي اكلني مرمى. لا خل اروح على السريع. لا اوه هسه ايش راح اسوي؟ انا كلش خايف لان الحيوانات المفترسه محاصره الغابه من كل مكان، يعني اكو من هالطريقه اكو اسود واكو من هالطريقه اكو نمور، زين ايش راح اسوي؟ انا اذا ظليت هنا راح ياكلوني وحتى ما راح استفاد من الدايموند، بس اوه ماكو غير بس حل واحد، اي طبعا انه اطلع رانيا وخليها تساعدني لان عندها جناح واكيد تقدر تطير وتنقذني من هذا المكان، بعد اوكي خليني اجيب بس البيكاكس واحفر على السريع واصيح رانيا، يلا خليني اكسر. اوه هساني كلش حزينه لان انا شفت جيجي صد هذا المكان بالبلوكات السون حتى ما اقدر اطلع منه. زين ايش راح اسوي؟ بس ايش جيجي حبسني ما ادري حتى ايش قد حاولت اكسر هذا السون كلش قوي ما قاعد يتكسر يحتاج بيكاكس وانا حتى بيكاكس ما عندي بس انا مستحيل استسلم لازم اقول انا اصيح لان يسمعني احد. يا ناس ساعدوني اي انا جيت. راني يلا تعالي اطلعي على السريع. اوكي جيجي انا جيت. بس جيجي انا ايش انت تسوي؟ وليش حبسني بهذا المكان؟ اقلك ربع رانيا هذا انا بعدين احكي لك بس لازم نطلع نهرب على السريع لانك حيوانات مفترسه راح تاكلني. شنو حيوانات مفترسه؟ اي طبعا انت متاكد جيجي؟ اي طبعا اكل نمور واكو حتى زود. يلا اوكي جيجي لا تنسى الزمني وخلنا نطلع من هذا المكان. اوكي يلا خلنا نطلع على السريع. يلا جيجي هسه انا جبتك لهذا المكان ونقطتك بس هسه اريد اسالك انت ليش اردت تخلص من عندي؟ حبستني بهذا الكيف. اوكي روني بعد انا راح احكي لك كل الحقيقه بس ما تسوي لي شيء. اوكي جيجي انا ما راح اسوي لك شيء اذا حكيت لي الحقيقه. بعد بالبدايه هسه خليني اجيب الحليب انا لازم ارجع انسان كبير. اوكي خليني اجيب الحليب. شنو؟ انا ما قاعد افتهم شلون ترجع انسان كبير؟ ما قاعد افتهم. اوكي يلا خليني اشرب الحليب حتى تفتهمين. لا مستحيل شنو انت بعمري انت حتى مو صغير. اوكي روني بس بعي انت ما زال انقذتيني وساعدتيني انا راح اجيك الحقيقه. بعروني انا بالبدايه تعرفين انا هذا الكوكب ديرت وكنت كلش طمعان انه اريد الكوكب مالتي يصير لي. شنو؟ تدري الكوكب مالتي يصير لك؟ مستحيل هذا الشيء حرام هذا الشيء اكبر غلط. روني انا ما اعرف بس ارجوك سامحيني هسه بعد ما انت انقذتيني انا عرفت انه انا كنت مسوي هذا كله غلط. اي كل الزين هسه تعترف بهذا الشيء غلط بس انا مستحيل اسامحك. شنو؟ لا ما تسامحين لا ارجوك روني سامحيني حتى اذا تريدين انا راح ابني لك الحديقه انت مو قاعد تريدين تبني حديقه. اي طبعا انا ردت حديقه يعني قصدك تبني حديقه حتى سامحك. اي طبعا بحسن راح اخذ هذا الديرت مالتي كله وازرع لك واسوي لك حديقه ومزرعه بنفس الوقت. بتجي شوف انا راح اسامحك بس بشرط انه توعدني انه بعد ما تكرر هذا
شيء. اها اوكي اوكي راني، انا وعدك انه بعد ابد ما افكر وراح يكون هذا كوكبي وذاك كوكبك. هاي كل زين، لعد يلا جيجي ما يخالف، انت اذا سويت الحديقه انا راح اعطيك دايموندك شويه، وش قد محتاج دايموند انا راح اعطيك واساعدك. تعطيني دايموند؟ اي طبعا طبعا. انا كلش فرحان. اوكي اوكي راني، لعد يلا خلينا نروح على السريع ونشتغل بالحديقه. اوكي يلا تعال بس تكمل الحديقه وبعد اعطيك دايموندك شويه. يلا تعال. اوكي اوكي. ولنا حبب وصلنا الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه. نلتقي بفيديو جديد، مع السلامه.